الأهلي يهزم نفسه بنفسه في بيرتوريا ويخسر من سان داونز بنتيجة 1-0. الأول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أخوك أيمن سليمان أهلاوي، اشترك معايا ولو عجبك الفيديو اخبط لايك يا أهلاوي يا محترم. الأهلي أنا قدمت جرس إنذار وضربت بدل الجرس 10. ماتش سيمبا هناك كان في استهبال من اللعيبة، كان في عدم تركيز من اللعيبة. ماتش سيمبا في مصر كان أسوأ وأدل. لو كان في حد بيعالج سوء التركيز واللعيبة اللي مستهترة كان زمان الكيرف بتاع لعيبتنا عالي. لكن انت عاوز تجيب لعيبة، كانت مستهترة مش مركزة وعاوز ترفعها لأعلى تركيز عمرها ما هتيجي. النادي الأهلي في الشوط الأولاني خارج بنتيجة 1-0 ب0-0 صن داونز، ودي نتيجة كويسة. انت بتلعب فريق كبير في وسط أرضه، المشكلة ان انت منتش فايق، انت بتعمل ميز باص، انت مش عارف تعمل بيلد اب، اللعيبة بتاعتهم قاريين كل خطواتك لانك بتلعب على الواقف، مفيش اي فنتات، مفيش اي ترقيصة، مفيش اي هات وخد ثنائيات، مش عارف تطلع بالكورة. الكورة بيحاول محمد عبد المنعم يطلعها لقدام عشان بتكون طويلة بتلاقي 100 واحد ياخدها. قفشة بياخد الكورة ويلف على حوالين نفسه. يا جماعة قفشة مش مكانه نص الدايرة عندنا، قفشة مكانه نص الدايرة الهجومي، ده اللي ياخد منه الكورة من عندنا مع الضغط. ما بيعرفش قفشة، قفشة كورته ناشفة من نص الملعب بتاعنا، قفشة كورته ناشفة في نص الملعب بتاعنا. بيستلمها ويديها المفخخة لمعلول، او بيستلمها ويديها مفخخة لعبد المنعم او مفخخة لمروان. الشناوي يا جماعة محتاج تحدي جديد. الشناوي تحت ثلاث خشبات الاهلي بيتدلع. هيخسرنا زي السنة اللي قبل اللي فاتت على ايد الزمالك، ما خسرنا الكاس. الشناوي يصفروه ويهاتوا اوفا، نستحمل واحد يكمل معانا 10 سنين تانيين بغلطة ولا غلطتين بدل ما نستحمل واحد بيتدلع وبيقول لنا احمدوا ربنا انا قاعد معاكم ده انا جات لي عروض. يا جماعة ما يبقاش التعاطف واخدكم. انا ليا واحد بيحط ايده على الجون بدل ما يطلعها بيشدها، وبدل ما يطلعها بيشدها. ايه اللي بيحصل ده؟ اللعيبة ما فيش تركيز، اللعيبة مش مقدرين، اللعيبة فاكرين ان هم وصلوا قمة افرست ومحدش طالع لهم فوق، فاكرين ان هم هيفضلوا على القمة، مش فاكرين انه ممكن يجي اي حد ينزلهم. اللعيبة دي تشبعت استعلاء، اللعيبة دي مفيش اللي ينزلهم من فوق ويجدد عندهم الطموح، مش موجود. ومفيش حد شايف اللي الترمومتر ده، مفيش حد من الإدارة شايف الترمومتر ده ان في شيء منقوص في النادي الأهلي مخلي اللعيبة كلها فكة. اللعيبة ما عندناش غير بيرسي تاو اللي بيلعب، اللعيبة بتاع صن داونز كل لعيب عارف هو ماسك ايه وبيلعب ازاي، وكل خط من الخطوط بيباصي للتاني اللعيبة بتقراه، ومفيش حد بيعرف يعدي من حد فيهم، لعيبة واقفة كويس. فانت اللعيبة دي ما تعرفش تعمل معهم اي حاجة الا ان انت تباصي كتير، تعرف تباصي كتير وتطلع، تعمل هجمات من غير ميس باص عشان تبني هجمة. لكن بالشكل ده الاهلي سيء سيء سيء. وانت الفرقه دي هنا في مصر مع اللي هيرجعوا لها من الانذارات والاصابات هتعمل لك مشاكل، لو جابت جون واحد في مصر نوت هتعمل لك مشاكل. النادي الاهلي يعتبر هو فرقه منتخب مصر بالشكل، الفرقه دي واللعيبه دي ومنهم الشناوي لو راح منتخب مصر مش هيلعب بالاستهتار ده، الشناوي لو خرج ولعب بره مش هيلعب بالاستهتار ده. اتمنى ان احنا نشوف تغيير، يعني اكرم توفيق لما نزل حامي، عايز هي الشخصية دي شخصية النادي الاهلي كلها تكون في كل اللعيبة اللي موجودين، احنا مش عارفين نلعب كرتنا. اتمنى في مصر نشوف امام عاشور، نشوف بقى قفشة يقعد شوية كفاية عليه كده. يعني قفشة مش منتج، قفشة ما بيعملش حاجة، قفشة مش منتج يا جماعة. قفشة لما كنا بنلعب ايام فايرال كان بيلعبه في نص الملعب قريب من المهاجم او شادو سترايكر،
لكن قفشه ما بيعرفش يعمل بيلد اب. قفشه يا خلق يا خلق ما بيعرفش يعمل بيلد اب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اخبط لايك واشترك معايا في القناه. سلام عليكم.